السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأقوم فيه بالرد على بعض ردود الفعل من عامة الشعب العربي التي تشكك في العملية الجريئة التي قامت بها القوات البحرية اليمنية يوم أمس باحتجاج السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر جنوب البحر الأحمر نصرة لأهلنا في غزة. فكونوا معي. طبعا الكثير من المواطنين العرب عبروا عن حماسهم وعميق الامتنان والشكر لما يقوم به الجيش اليمني مساندة للمقاومة الفلسطينية، وذلك باستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك الحال بالنسبة للعملية التي تمت أمس والتي أسفرت عن احتجاج السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر. هذه العملية التي غيرت مجرى المعركة بالكامل، وستكون السبب إن شاء الله في إيقاف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة. طبعا في المقابل لابد من وجود المخالفين أو قل المتشككين المتصهينين الذين لا يعجبهم العجب. هؤلاء وللأسف الشديد موجودين بيننا، وهمهم الوحيد التشكيك في أي إنجاز يقوم به الجيش اليمني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومن ضمنهم مثلا هذا السافل. شوفوا: تعلن القوات الحوثية في الجمهورية اليمنية هذا البيان: ندين ونستنكر تلك الادعاءات الظالمة الكاذبة التي أتت من الكونغرس الأمريكي وعليه، فإننا نكذب ونفند ما أتى في تلك الادعاءات بأننا قمنا بضرب إحدى البوارج الأمريكية. يعني من خلال ما رأيناه يعني بيشوف أنه كل ما يدور من مواجهة ومعارك وضرب واستهداف واحتجاز للسفن عبارة عن مسرحية وتمثيل بين أنصار الله وبين أمريكا، وهذا كلام لا يعقل. فبالنظر إلى تاريخ هذا الشخص نجد أنه على خلاف حاد مع أنصار الله، ولا يريد الاعتراف بهذا الإنجاز الذي يقوم بالإنجازات التي يقومون بها، لهذا يقوم بالسخرية منهم. وهذا ما معنى إلا نركز لها الحذاء، لأن هذا قدره، ولأنه في الأساس مرتزق متصهين سبق وأن باع بلده للسعودي، فما بالك بدماء أطفال ونساء غزة. أيضا معنا هذا وهو مواطن مصري، شوفوا إيش بيقول: عندي كم سؤال، هم الحوثيين عرفوا منين إنها سفينة إسرائيلية ولا مالكها إسرائيلي؟ وهم الحوثيين عندهم هليوكوبتر عشان الإنزال على السفينة، وليه الحوثيين عشان غزة بيضربوا صواريخ على إيلات، مع إن القاعدة البحرية الإسرائيلية في أريتريا أمامهم وأقرب 1000 مرة. ويختم منشوره بقوله: في ريحة غريبة في الموضوع، المتضرر والهدف مصر، اللهم احفظ مصر. بصراحة هذا كلام أهبل لشخص جاهل لا يعرف أن الحوثيين أصبحوا على رأس الجمهورية اليمنية، يعني أصبحت السلطة بأيديهم وعندهم جيش منظم ومدرب، ومسألة معرفة كيف عرفوا أن السفينة إسرائيلية ومالكها إسرائيلي ليست صعبة. وأما الطائرة الهليوكوبتر فنعم لدى الحوثيين هليوكوبتر، وبالنسبة لضرب القاعدة الإسرائيلية في أرتيليا فالحوثيين فعلا سبق وضربوها قبل أيام، تم الإعلان عن هذه الضربة في قناة الميادين، وهذه الضربة جاءت ضمن ضرباتهم المتكررة لإيلات، وهم بالتالي لا يحتاجون إلى من يدلهم عليها. وبالنسبة لتضرر مصر فهذا وهم، لأن الجيش اليمني قبل تنفيذ هذه العملية قال بالحرف الواحد بأنه سيستهدف السفن الإسرائيلية دون غيرها من السفن، فكيف ستصاب مصر بالضرر؟ يعني كلام غريب لا يتماشى
مع المنطق والعقل، وقياسا على ما يقوله هؤلاء إغلاق باب المندب في عام 1974 أو 73 عندما قامت حرب أكتوبر نصرة لإخواننا في مصر وسوريا عندما وقعت حرب أكتوبر، فهي تعتبر تمثيلة قياسا على ما نقوم به اليوم. والله إيش رأيكم؟ هنا أيضا شوفوا أشكال واحد اسمه عادل بن قابوس السعدي، هناك مخطط غربي للسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب بتنسيق غربي إيراني وبذريعة أن ميليشيا الحوثي احتجز سفينة إسرائيلية، والحقيقة البحر الأحمر وباب المندب يتواجد فيه قوات من أمريكا وبريطانيا والصين وروسيا وعدة دول، وميليشيات الحوثي لا تمتلك أي إمكانيات للسيطرة حتى على قارب. احذروا المخططات والمكائد التي يستخدمها الغرب وإيران ضد أمتنا العربية. أنا أعتقد أن الذي يتخابر على إيران في هذا الظرف الذي نعيشه هذا إنسان حقير، لأن إيران قدمت الكثير للمقاومة الفلسطينية، والأسلحة التي بيد المقاومة الفلسطينية من جت من مصدرها من إيران، وبالتالي فهذا الكلام يعني كلام واحد معزوم، كلام لا يعقل ولا يصدر إلا من إنسان غبي وتافه لا يعرف أن أمريكا تهيمن على رقاب أغلب الأنظمة العربية وليست بحاجة للتنسيق مع إيران لتسيطر على البحر الأحمر، وبالتالي فرت عليه خسارة. طبعا في المقابل هناك ردود فعل مشرفة لناس مخالفين أو يخالفون أنصار الله، لكن خلافهم مع الأنصار لم يمنعهم من قول الحق، ومن ذلك مثلا هذا واحد اسمه صالح منصر اليافعي، شوفوا ماذا قال، يقول حتى لو جابوا الحوثيين رأس نتنياهو سيقولون مسرحية، ناس أمراض وعاجزين قتلهم الحقد، قسما بالله أنهم رجال الرجال ونفتخر ونعتز بموقفهم هذا مهما كان الخلاف، استمروا وعين الله ترعاكم ولا يهمكم نباح الكلاب. يعني كلام تمام. وهذا أيضا شوفوا أشكال وكيف رد على المتشككين، اسمه مختار الرحبي، يقول البعض يقول هذه مسرحيات بين الحوثيين وبين الصهاينة، نريد مسرحيات من كل العرب والمسلمين ولا نريد مواقف مثل موقف ولي العهد البحرين الذي قال ندين حماس، وموقف مندوبة الإمارات في مجلس الأمن التي قالت إن ما قامت به حماس عمل بربري وبشع، كل من له موقف معلن وواضح ضد الصهاينة سوف نقف معه، وكل من يقف ضد المقاومة وفلسطين وغزة سوف نقف ضده، هي معادلة بسيطة مع أو ضد، وكل شخص يختار في أي طريق سيقف، وما هي ما في داعي للمزايدات الرخيصة والتقليل من أي موقف يناصر ويدعم غزة وفلسطين. يعني كلام جميل وواضح، إما مؤمن صريح أو منافق صريح، ما فيش داعي للمزايدات والتشكيك. الغرب قدو أظهر وجهه علينا، وجهه القبيح علينا، وقال أنا مع إسرائيل، أنا مع إسرائيل، بما ذلك بما في ذلك أمريكا، وما يجري اليوم في غزة هو يجري بغطاء أمريكي أوروبي، يعني مذابح مهولة تجري وترتكبها القوات الإسرائيلية على مر العالم بكله، لأن معهم غطاء أمريكي وأوروبي. ختاما اليمن يصنع التاريخ رغم أنف كل الحاقدين، وسيستمر في مساندته للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وليخسئ الخاسئون وموتوا بغيظكم. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق بآرائكم على هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.